بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامج كلام في الاقتصاد على قناه النهار. الحقيقه النهارده حلقه انا شايف انها حلقه من الحلقات المميزه جدا. حلقه فيها معانا ضيف مهم جدا جدا جدا، هنتكلم عن الاستثمارات الخارجيه داخل مصر والاستثمار الاجنبي داخل مصر، وقد ايه في رجال اعمال ليهم اسامي بارزه واسامي قويه جدا اهتموا جدا ان هم يبقوا موجودين باستثماراتهم داخل مصر. ويمكن النهارده هيكون عندنا ضيف مميز جدا لشركه من اهم الشركات، بعتبرها مش في القطاع العقاري فقط لكن في الاقتصاد كله او في الاستثمار كله، لان ليها استثمارات مختلفه داخل مصر. وهيكون برضو لينا ارض ايضا جوله داخل محافظه بورسعيد. ويمكن انا حابب دايما ان انا الفتره اللي جايه ان احنا نطلع كتير بره الاستوديو، نطلع نعرض لكم كل حاجه بتتم على ارض الواقع. لكن خلوني أبدأ كلامي معاكم بموضوع مهم جدا. جات لنا فيه رسائل كتير على صفحة كلام في الاقتصاد على الفيسبوك، وهو وانت بتشتري وحدة سكنية تجارية إدارية، حتى وحدة سكنية وداخل على مشروع، المشروع ده لسه هتستلمه بعد 3 سنين. يعني ايه لسه هتستلمه بعد 3 سنين؟ يعني انت حتة الأرض صحراء رملة، ما تضربش فيها أصلا زي ما بيقولوا ايه، مفك. وانت بتروح بتدفع المقدم بتاعك وبعد كده بتبتدي تشتغل اقساط على ان انت هتستلم بعد 3 4 سنين. طيب انت وانت بتشتري، انت بتشتري من مطور، لو انت رايح عن طريق شركه تسويق عقاري او مسوق عقاري او بروكر، هو بياخدك للمطور اللي فيه الوحده اللي عاجباك وعايز تشتريها وبيقول لك هتشتري هنا، تمام. لو انت رايح لشركه الديفلوبر او شركه المطور اللي بتبني مباشره، انت بتقعد معاه وبيبيع لك، بتدفع المقدم وبتدي شيكاتك في الاقساط وبتبتدي تمشي، وعارف ان انا راجل هستلم بعد 3 سنين، لو اتاخرنا بيبقى 6 شهور لاي ظرف طارئ. لكن خليني اقول تفاصيل اتذكرت في احد المشاكل اللي جت، ان هي احيانا بيبقى المطور داخل في شريك مع صاحب الارض. يعني ايه داخل في شريك صاحب الارض؟ ان صاحب الارض شخص او شركه والمطور شركه تانيه خالص، فداخلين في شراكه مع بعض، او الشركه المطوره داخله مع صاحب ارض شخص عادي جدا في شراكه مع بعض. طيب انا ليه بشرح التفاصيل دي؟ عشان وانت بتشتري اي وحده سواء في كومباوند او ارض سيبريت او يعني او عماره لوحدها، او بتشتري محل في مول تجاري اداري، انت قبل ما تسال على شركه المطور اسال الارض دي بتاعه المطور نفسه ولا شريك فيها مع شخص تاني. ولو صاحب الارض شخص تاني غير شركة المطور، اسأل عن صاحب الأرض. ليه بقى؟ لأن في حصل، أو خلينا بدون داعي ذكر أمثلة، إن ممكن يبقى صاحب الأرض نفسه عليه مشاكل، عليه فلوس، مش ملتزم في مشاريع تانية منفذهاش، ممكن الأرض تتسحب منه في أي وقت من الأوقات، تمام. فأنت هنا بتأمن نفسك وبتأمن الفلوس اللي بتدفعها، وزي ما انت بتشوف الارض بتاعت الورق وبتشوف التصاريح بتاعتها وبتشوف التراخيص بتاعتها موجوده، اسال عن صاحب الارض. ليه؟ لان لو حصلت مشكله مع صاحب الارض، الشركه المطوره مش هتقدر تعمل اي حاجه، لان الارض مش بتاعت الشركه المطوره، الارض بتاعت شخص هي داخله في شريك معاه، ممكن يبقى شخص عليه مشاكل قانونيه، ممكن يبقى شخص عليه اي اعتبارات تانيه. فانت لازم تسال كويس جدا الارض اللي عليها المشروع، الأرض دي بتاعت الشركة المطورة ولا في حد تاني داخل معاكم فيها، ومين المالك الأصلي للأرض، والمالك الأصلي للأرض ده إيه ظروفه إيه، عشان لا قدر الله لو حصلت مشاكل ما الأرض ما تتسحبش ويحصل مشاكل وأنت تحس نفسك قلقان وخايف، وبعد كده ممكن الفلوس تروح عليك، أو لو اتردت لك قيمتها مش هتبقى موجودة فيها. عشان كده أنا دايما بنصح إن أي حد عايز يشتري أي وحدة عقارية روح للشركة المطورة اللي هي مالكة للأرض نفسها، ان الشركه دي، ان الارض دي عفوا هي ملك الشركه. ده مش معناه ان في ناس بتخش في شركه مع اصحاب ارض سيئين، لا بالعكس، بالعكس كتير كمان. لكن الاصل في الموضوع ان انت لازم تسال، ما تقعدش مع الراجل بتاع المبيعات اللي بيبيع لك ويقول لك والله احنا الوحده هنا وهتستفيد كذا وهتكسب كذا وهتعمل كذا، ويمضيك على العقد ويديك الصور بتاعت الورق. لا، خد الورق كله، اتعب نفسك يومين، استفسر عن صاحب الارض، استفسر عن سابقة اعمال الشركه المطوره، لقيت الدنيا تمام خد قرارك، وربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا في كل قراراتكم
اللي بتتخذوها. طيب اولا قبل ما نروح لفقره الضيف، الفقره المهمه جدا، انا حابب اشكر كل رعاة برنامج كلام في الاقتصاد على قناة النهار، شركة موفق القبضة، مجموعة السلمانية، شركة رادكس للتطوير العقاري، شركة رايان للتطوير العقاري، وشركة لينويا للخدمات الإعلامية. خلينا نروح لتقرير نتفرج فيه على أنشطة تلك الشركات ونرجع لحضراتكم مع ضيف مهم جدا وضيف مميز جدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مره تانية، وتاني فقره لينا. وانا دايما كانت فقره الضيف او فقره الاخصائيين او المتخصصين في اي موضوع احنا بنتكلم عنه كانت بتبقى اخر فقره، ولكن عشان الفقره دي مهمه جدا جدا احنا خليناها تعتبر من اولى فقراتنا في الحلقه. الحقيقه خلينا نتكلم عن الاستثمارات الاجنبيه داخل مصر، ويمكن من بعد التحول الاقتصادي والفكر الاقتصادي الجديد بدا المستثمرين الاجانب سواء كانوا من دول اوروبيه او عربيه شقيقه ان هم يوجهوا انظارهم للاستثمار في مصر، خصوصا بعد تحرك الاقتصاد المصري وكميه المشروعات والشغل والجهد المبذول في البنيه التحتيه داخل مصر. ويمكن النهارده ضفنا واحد من اهم المستثمرين اللي هم استثمروا في العاصمة الإدارية واستثمروا في صناعات أخرى داخل مصر، وهو السيد سلمان بن خليل السبعان، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلمانية في مصر، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة موفق القبضة بالمملكة العربية السعودية. وخلينا أتكلم بس عن إن أنا مش قاعد مع رجل أعمال عادي، ولأ هو قاعد مع رجل أعمال ذكي جدا بيعرف يستثمر ويعرف يحط الاستثمارات وفين وازاي يعمل يدورها وازاي يعمل ROI. لا مش بالعكس، هو كان اهتمامه في الاستثمارات في مصر اهتمام كبير جدا جدا جدا، اكتر من مشروع عقاري في العاصمة الادارية واستثمارات اقتصادية اخرى داخل مصر. كل ده هنتكلم عنه مع ضيفنا السيد سلمان بن خليل السبعان اللي منورنا في الحلقة. اهلا ومنور كلام في الاقتصاد، منور مصر، منور قناة النهار. اهلا وسهلا فيك. في البداية سيد سلمان، انا يمكن حابب أعرف يعني الجهد المبذول ده أكيد وراه خبرة، أكيد وراه سي في وسيرة ذاتية قوية جدا، حابين نتكلم عنها ونعرف السادة المشاهدين عن بداية حضرتك في الاستثمارات أو بداية حضرتك في البيزنس والأعمال. أهلا وسهلا. بداية طبعا أنا من أسرة، يعني ربيت في أسرة جميعهم في مجال الأعمال التجارية وكذا.
والدي رحمه الله بدأ في العمل التجاري من ما يقارب من عام 1967 حتى كان قبل ميلادي يعني في الموضوع هذا. فمنذ نشأتي نشأت مع يعني في أسرة تجارية تجارية. بدأت العمل مع الوالد في 96 كنت مساعد له في أعمال التجارة وأعمال الزراعة الحديثة وكذا، وكان الأخ الأكبر مسؤول عن المقاولات. بعد وفاة الوالد الله يرحمه في 98 بدأت أنا أتخصص في مجال المقاولات، والأخ الأكبر تخصص في مجال العقارات وبناء البنية التحتية في البلد. بعد ذلك يعني الحمد لله كان فضل الله علينا أن توجه في المقاولات الإنشائية والمعمارية في السعودية. وبعد ذلك يعني حبينا احنا ومجموعة الإخوان أن يعني ننطلق خارج السعودية وتوجهنا لكذا دولة. ولكن في 2016 بدأت التفكير في الدخول في جمهورية مصر العربية، والحمد لله كان هذا من أوفق القرارات اللي اتخذتها أني أتوجه إلى جمهورية مصر العربية. طيب سيد سلمان، حضرتك كرئيس مجلس إدارة مجموعة من أكبر المجموعات في مصر، ورئيس ونائب رئيس مجلس إدارة في السعودية، ومجموعة شركات بتقودها بصراحة بوتيرة وبشكل منظم ومسطرة ماشية. أنا حابب أعرف الفلسفة اللي حضرتك انتهجتها خلتك تقود منظمة من أكبر المنظمات تعتبر والشركات في سواء في السعودية أو في مصر. فلسفتي في العمل دائما هي الاعتماد على مثلا تجربتي في السوق، وكذلك إيجاد الناس الملائمين للقيام بالعمل. وكانت هذه الفلسفة الحمد لله ناجحة، وجعلتنا متمكنين من السوق سواء كان في مصر أو في السعودية أو في كذا قطاع منطقة من العالم. يعني يتم اختيارنا للناس اللي الأشخاص اللي يكونوا مميزين في العمل، عندهم الموهبة العالية في إدارة الأعمال، وعندهم القدرة والتحليلات في الأعمال وكذا. فنجتمع مع الناس دولي والحمد لله نوفق بين الأفكار والاستراتيجيات اللي موجودة عندنا مع الإرادة والإدارة اللي موجودة عند مجموعة من الناس. طيب التنوع بقى، يعني في عدة المجموعة بتشتغل في عدة قطاعات في مصر في السعودية ويمكن في دول أخرى تانية، التنوع ده وراء استراتيجية. إيه هي الاستراتيجية اللي حضرتك بتنتهجها عشان تدير التنوع في القطاعات الاستثمار كتير دي؟ والاستراتيجيات دائما يعني متابعة السوق وما يطرح من فرص سواء كان في مصر أو في السعودية أو في دول أخرى. ما يطرح من فرص موجودة، بأن الحكومات الآن يعني تطرح الفرص يعني تنمية بلدانهم، يعني مركزين على الرؤية اللي تطرحها الحكومات. فيعني بقدر نحاول بقدر الإمكان أن نوفق مع أعمالنا مع الرؤى اللي تطرح من الشركة من الحكومات. طيب بيئة العمل، يمكن حضرتك في بداية حديثك ذكرت إن قرار استثمارك في مصر كان من أحسن وأوفق القرارات اللي حضرتك اتخذتها. ده نتيجة بيئة عمل شايفها إزاي مع الدعم اللي بتديه الحكومة المصرية والتسهيلات للمستثمرين الأجانب؟ صحيح، أنا كما سبقت أن يعني من أفضل القرارات اللي اتخذها التوجه إلى جمهورية مصر العربية. يعني الفترة السابقة يعني تطلعنا إلى ما توفره الحكومة المصرية من أنظمة وتنظيم للبلد عموما، فقدرنا يعني نكيف أنفسنا مع الأنظمة اللي وضعتها الدولة، والحمد لله رب العالمين كان يعني مشينا في الطريق بإذن الله.
طيب الحمد لله. الحمد لله. طيب الظروف العالمية أجبرت أن يبقى فيه على المستوى البلدان عموما تحديات، الظروف الاقتصادية العالمية، المناوشات اللي بتحصل على العالم مع ارتفاع أسعار الدولار وأسعار الذهب أجبرت أن الاقتصاد في دول كتير أنه يبقى فيه تحديات كتير. أن استثمارك في مصر كان اختيار من الاختيارات اللي أنت دايما بتتبعها أولا بأول. نعم صحيح. طيب اختيار دائما يكون متابعة يعني جيدة في ودراسة للسوق. نعم. طيب إيه رأيك في السوق المصري؟ والله السوق المصري كبير جدا 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 ضخم يعني، خصوصا في البنية التحتية والإنشاءات وكذا. فالفرص الآن يعني كثيرة متاحة فيه. طيب التكنولوجيا ودلوقتي بقينا في ذكاء اصطناعي وفي تحول رقمي والتكنولوجيا بقت يعني من اولى الاساسيات في اي استثمار. صحيح. طيب خلينا نتعامل ونسال ونقول التحول الرقمي ازاي اثر على مجموعات الشركات عند حضرتك، وفي نفس الوقت ايه هي الخطط اللي حضرتك انتهجتها عشان خاطر تدمج التكنولوجيا في الاستراتيجيه اللي بتنتهجها في اي شركه قدام. نعم بالفعل التكنولوجيا الآن مطلوبة جدا، وطبعا أثرت بس لكن تأثيرها إيجابي على الأعمال اللي نقوم فيها بالشركة أو مجموعاتنا، أثرت عليها إيجابيا يعني أثرت عليها حتى اختصرت الوقت لنا في دراسة المشاريع والتكاليف، اختصرت الوقت في إيجاد الحلول للأزمات اللي تحصل عندنا كذا، وكذلك يعني توجهنا احنا كشركة الى الاستثمار في التحول الرقمي. الان بدأنا في العمل في البنى التحتية للاستثمار الرقمي، مثالا على ذلك السمارت هوم والداتا سنتر والهوم اوتوميشن يعني هي عدة مجالات فيها، ولكن الحمد لله بدأنا في الاستثمار سواء كان في السعودية ولا في مصر. هايل جدا. نعم. يا فندم. طيب مستقبل الصناعات اللي حضرتك بتستثمر فيها، وانا بتكلم هنا بتكلم حضرتك شايف المستقبل بتاع صناعاتك واستثماراتك هيبقى عامل ازاي، خصوصا في ظل اللخبطة الاقتصادية العالمية وما بقاش الاقتصاد في اي دولة في العالم مستقر لان الاحداث العالمية متتالية. حضرتك شايف مستقبل صناعاتك هيبقى عامل ازاي؟ هو بالفعل يعني الآن المستقبل العالمي للاقتصاد يعني في كمية من الضبابية، كمية كبيرة من الضبابية غير واضح للناس، يخلق أزمات يخلق مشاكل في الاقتصاد، لكن أنا يعني استراتيجيتنا في الموضوع هذا أن نستفيد من الأزمات. دائما عندنا نؤمن بمثل يقول الأزمات تصنع الفرص، والحمد لله يعني جميع الأزمات اللي مرت استفدنا منها، صنعنا فرص، كوننا أنشأنا شركات يعني تكون مواكبة في الفرص اللي تكون موجودة أثناء الأزمات هذه. طبعا الشركة متابعة أو المجموعات سواء في مصر أو في السعودية متابعة جدا للسوق يعني، يعني في نظرة جدا عالية للسوق وحلول باستمرار لما ما يحصل في السوق مثلا. طيب لو قلنا بقى نظرة للمستقبل أو رؤية حضرتك للمستقبل بخصوص استثماراتك، وقلنا إيه أهداف حضرتك للسنوات الخمس العشر القادمة خصوصا فيما يتعلق بأعمالك واستثماراتك سواء بالمملكة العربية السعودية أو هنا داخل مصر أو في أي دولة تانية داخل العالم؟ والله إن شاء الله الرؤية عندنا إن شاء الله والاستراتيجية أنها نكون يعني نبذل جهد كبير في مصر، في مجموعتنا في مصر أو في السعودية أو في بعض الدول العربية، أننا يعني نكون مجموعة جدا قوية، وأن المجموعة هذه إن شاء الله نراها قريبا إن شاء الله مجموعة دولية بإذن الله في العالم ككل إن شاء الله بالمثابرة بإذن الله. شيخ سلمان يمكن في قرارات كان حضرتك مجبر أن أنت تتخذها بناء على تحولات اقتصادية بتتم داخل كل البلدان اللي حضرتك بتستثمر فيها،
قرارات حاسمه وجريئه، وكان لازم تاخد فيها قرار مع ظل ارتفاع اسعار مواد البناء في كل العالم، التضخم، ارتفاع اسعار الدولار، الذهب. حضرتك كنت بتتعامل ازاي مع تلك القرارات واثرت ازاي على مستوى عملك؟ الحمد لله دائما نكون مستعدين، جاهزيتنا عاليه لاي ازمات نمر فيها. طبعا دائما قراراتنا يعني تكون معتمده دائما على يعني الخبره، وتكون دائما معتمده على الاشخاص اصحاب القرار القاده اللي موجودين عندنا في الشركه او في المجموعه. دائما ندمج الخبره حقتنا مع قرارات الشباب اللي موجودين عندنا، والحمد لله تكون قراراتنا صائبه الحمد لله. طيب خليني بس كده اتكلم في حته معينه، استثماراتك داخل مصر. يمكن معظم، وخلينا نتكلم بقى بالتحديد عن الاستثمارات في القطاع العقاري. والاستثمارات حضرتك في القطاع العقاري كلها مركزه داخل العاصمه الاداريه. طيب خليني ابدا ما اتكلم عن استثماراتك في العاصمه الاداريه. انا عايز اتكلم هو المناخ المصري حاليا شايفه ازاي جذبا للاستثمارات الخارجيه؟ طبعا كمناخ على شكل يعني بنطاق اوسع او على مستوى الحكومه، الحمد لله يعني مهيئه المناخ يعني يساعد على المستثمر على الاستثمار هنا. طبعا يوجد تحديات لكنها طبيعيه على كل الحال يعني. واللي يجعلها اكثر يعني طبيعيه كثره الفرص اللي موجوده هنا، فيجعلك يعني تتجاوز اي عقبات صغيره تمر عليك يعني. طيب وده اللي شجع حضرتك ان انت تستثمر في قطاع العقارات في مصر كبدايه للاستثمارات؟ نعم. داخل العاصمه الاداريه. ليه اخترنا العاصمه الاداريه تحديدا؟ والله العاصمه الاداريه يعني حبينا نشارك يعني البلد في اعمال، فوجدنا العاصمه الاداريه هي يعني المجالات مفتوحه كثير فيها يعني. مع يعني الانظمه اللي موجوده فيها جعلتنا مثلا نستثمر يعني مشاريع كبيره باقل الاسعار. اقل الاسعار ده حقيقي. هل شايف ان العائد من استثمارك في مصر وداخل العاصمه الاداريه حقق نتائجه؟ حضرتك كمستثمر او رجل اعمال راضي مبسوط؟ الحمد لله كل الرضا. الحمد لله. طيب لو حبينا نوجه نصيحه لرواد الاعمال الطموحين، خصوصا ان المستقبل دلوقتي او الاقتصاد او عفوا المستقبل او البيزنس قايم على نسبه كبيره من رواد الاعمال اللي طالعين، ايه النصيحه اللي ممكن حضرتك تقدمها لهم؟ والله النصيحه دائما للشباب ورواد الاعمال ان دائما يعني امشي على الطريق لا توقف. ودائما يعني ابحث عن الفرص اللي تكون موجوده في السوق يعني في مجال التقنية عموما، في مجال الذكاء الاصطناعي. يجب ان يعني الانسان يتوجه الى الموديل اللي صاير الان في البزنس عموما في العالم ككل، يتوجهون الشباب له ويثابرون وان شاء الله النتيجة قدام يلقونها يعني. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. سيد سلمان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شرفتنا ونورتنا، واستثماراتك كلها منوره في مصر. الله ينور. شكرا جزيلا. وانا فعلا مبسوط جدا بلقائي مع حضرتك. حياك الله. اهلا وسهلا. شكرا لك وتشرفنا معك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، احنا كده انتهت فقرتنا مع ضيفنا العزيز الكريم الشيخ سلمان بن خليل السبعان. وإن شاء الله يعني بعد الفقرة دي هنطلع في جولة خارجية زي ما وعدتكم في البداية، هنروح محافظة بورسعيد. إيه اللي بيحصل في محافظة بورسعيد؟ في معرض عقاري لمدة يومين، وهو واحد من أهم المعارض العقارية اللي بتقوم داخل المحافظات. بيعرضوا كتير من المشروعات الشركات المشاركة فيها. هننزل نعمل جولة داخل محافظة بورسعيد وداخل المعرض عشان نشوف ايه هي العروض المتاحة واللي بيقدمها شركات التطوير العقاري لأهالي محافظة بورسعيد. ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام رجعنا لكم مره تانية، وزي ما قلت قبل الفاصل احنا هناخدكم معانا في جولات خارجيه كتير عشان ننقل ليكم كل الاحداث الاقتصاديه خصوصا العقاريه على ارض الواقع. النهارده داخل محافظه بورسعيد بنغطي معرض كيمت اكسبو العقاري. الحقيقه خلينا اتكلم الاول عن معرض او شركه كيمت للتسويق العقاري، وشركه من الشركات المميزه جدا اللي بتلعب دور جدا في قطاع التسويق العقاري، بتقدر توجه العميل وبكل امانه ومصداقيه للمشروعات اللي هو عايز يستثمر فيها. النهارده شركه كيمت نزلت بورسعيد، عملت معرض وعملت دعايه حلوه جدا ليه. المعرض بيضم اكتر من 37 مطور، كلهم جايين بعروض وخصومات حصريه جدا جدا للراغبين من اهالي بورسعيد في الاستثمار، او اللي بيدور على شقه يشتريها في مكان مميز سواء لي او لابنه، او اللي بيدور على محل تجاري، او اللي بيدور على عياده طبيه بغرض الاستثمار. احنا موجودين النهارده داخل المعرض، هيكون لنا لقاءات كتير، خليكم معانا وتابعونا ما تروحوش في اي حته. مشاهدينا الكرام لسه موجودين مع حضراتكم داخل معرض كيمت اكسبو في بورسعيد، واولى لقاءاتنا النهارده هتكون مع الاستاذ عبد الحكيم السيد مدير عام شركه كيمت للتسويق العقاري. استاذ عبد الحكيم، اولا منور قناه النهار، منور برنامج كلام في الاقتصاد، ومنور محافظه بورسعيد. اهلا بيك يا استاذ احمد، ومنورنا ان شاء الله، ومنور معرض كيمت اكسبو ان شاء الله. شكرا جدا ليك يا استاذ عبد الحكيم. انا بس ليا سؤال، هو ده اول معرض شركه كيمت تعمله كمعرض معرض عقاري؟ لا، ده تاني معرض لشركه كيمت. عملنا معرض قبل كده في القاهره الجديده، وده تاني معرض لشركه كيمت في اقليم مصر محافظه بورسعيد. طيب هو ليه اخترت بورسعيد بالذات؟ يعني ليه ما عملتش في اسكندريه؟ ليه كان اولى التوجه للمعارض الخارجيه تمام ان احنا نعمل معرض في محافظه بورسعيد؟ اولا علشان خاطر توجهات تيم الماركتنج عندنا تمام، هو اختار في الوقت ده ان احنا نقدر يكون متواجدين من المحافظات المهمه جدا انترستد اللي احنا نقدر نتحرك لها، محافظه بورسعيد. بعد كده عندنا بلان ان احنا نكمل في المعارض في الاقاليم الثانيه في مصر. بيبقى في خطه كده بنشتغل عليها بتيم الماركتنج، بنقدر نتوجه من خلال بيقدر يقول لنا ان في المحافظه دي هيكون متواجدين في معرض في شهر كام، في وامتى نبدا بالمحافظات الاولى. استاذ عبد الحكيم انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ان شاء الله دايما موفقين دايما ومحققين التارجت المطلوب من معرض اليومين الحاليين. انا اللي بشكرك كتير جدا يا استاذ احمد بصراحه، وبشكر البرنامج بتاع حضرتك لان من البرنامج المميزين في سوق العقارات، وبقى عنصر اساسي معانا. وبنشكر قناه النهار بصراحه، وبنشكر التغطيه الجميله اللي موجوده معانا في المعرض بصراحه. ان شاء الله. شكرا ليك يا صباح الخير. شكرا، بشكرك جدا. مشاهدينا الكرام احنا لسه عندنا لقاءات ثانيه كتير، خليكم معانا، هنرجع لكم من داخل معرض كيمت اكسبو. معانا الاستاذ شريف زايد، الهيد اوف سيلز لشركه كيمت للتسويق العقاري، والحقيقه هو الدينامو والمحرك لآليات المعرض خلال اليومين اللي فاتوا. مجهود عبقري ومجهود كبير جدا من الأستاذ شريف نجح فيه من خلاله، أنه هو يقدر ينسق ما بين أكثر 37 مطور موجودين داخل المعرض، وفي نفس الوقت أن احنا يقدر يوفر عملاء على قدر كافي من الاهتمام للتعاقد على شراء وحدات من الشركات دي. استاذ شريف منور بتاع كلام في الاقتصاد. اهلا بيك، منور قناه النهار. اشكرك شكرا جزيلا على المقدمه. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ شريف احنا عايزين نتكلم الاول عن المعرض وعن اختياركم لمحافظه بورسعيد لاقامه فيها معرض عقاري، خصوصا يمكن السيزون ده كان التوجه للمحافظات قليل، يعني كان نادر ما حد بيطلع للمحافظات. مظبوط، هو زي ما حضرتك ذكرت، هو الاول ليه بورسعيد؟ هي بورسعيد مش احنا اللي هنقول عنها، يعني هي تاريخها قايل عنها، هي محافظة بشعب يعني ليهم دور وطني لا يغفله احد يعني، فما ينفعش يبقى برضه عندنا ده وعندنا التاريخ بتاعهم ده وما نقدرش نقدم لهم حاجة تليق بيهم وبطموحاتهم واحلامهم، اقل حاجة نقدر نعملها. طيب فده كان سبب الاختيار الاول. طب بعد كده بيجي المسؤولية، احنا هنعرض ايه ومين المطور اللي عنده الاحتياج او النيد بتاع اهالي بورسعيد. تم دراسه ده من خلال تحضير قبل المعرض بفتره تعدت يعني لثلاث شهور، وصلنا الحمد لله بان احنا انتقينا المناسب لاهالي بورسعيد،
وبالفعل زي ما حضرتك شايف طبعا بفضل الله يعني الموضوع ملاقي نجاح عند اهالي بورسعيد، ودي اهم حاجه. هو في الاول وفي الاخر احنا بنعمل ده الاهداف، فطول ما احنا وصلنا للهدف بنسب احنا الحمد لله راضيين يعني. طيب حركه الاقبال على المعرض، انا شفت امبارح بس يعني الحمد لله في اقبال، النهارده في اقبال حلو ومميز جدا جدا جدا. حضرتك مقيم الاقبال ده ازاي؟ وهل ده في تضاد على الكلام اللي بيتقال ان في هدوء في السوق العقاري حتى البيع والشراء، او في فقاعه عقاريه من خلافه؟ طب اسمح لي الاول، احنا دايما المحاكاه على ارض الواقع هي الحكم يعني. انا برضو انا لا املك من العلم زي اساتذه كتير اتكلموا في الفقاعه العقاريه، ولكن انا راجل فيلدي شويه، او خلينا نتكلم بوضوح انا راجل ميداني. فالميداني بيبقى يعني ما بيكلمش كتير اكتر ما هو على الارض. فعلى الارض احنا بنقول ايه؟ على الارض بنقول ان ما عندناش فقاعه عقاريه، ده شغل على الارض. طيب بيبان منين؟ بيبان من حجم المبيعات اللي بتتم على الارض واحتياج البائع او اللي هو المشتري للحاجه. طيب خلينا نقول اول، هو ليه ما ينفعش يحصل فقاعه عقاريه في اي حته مش عندنا احنا بس؟ لما الناس اللي يقف في فن، الناس اللي يقف ساعتها ممكن يبقى فيه ركود، لكن طول ما الناس اللي موجود، طول ما الكره الارضيه نسبه الارض لليابس وكذا اللي احنا عارفينها كلها هي ثابته، ولكن البني ادم هو اللي بيكتر على الكره الارضيه، يبقى ما ينفعش العقار يقف. ده غير ان هو شيلتر او مأوى، سواء مأوى اقتصادي او مأوى للعيشه. يعني تعالى نتخيل كده بشكل بسيط، انا وحضرتك مش قاعدين في بيت، الوضع صعب جدا طبعا جدا طبعا. فالبيت مهم جدا للناس، ولكن ازاي بيتقدم؟ مين بيقدمه؟ وبيقدم ايه بعد ما قدمه؟ هل الفرصه فعليا استثماريه وهنعرف نكمل المشوار واعرف اسيب لاولادي واعرف حلم حياتي لل 30 وال 50 سنه ده تحققوا لي شركه او حد بيقدمها؟ هي دي النقطه. طيب الخطوه الجايه لكيمت، بس ككلمه كمعارض، يمكن عرفت انت حاطين خطه معارض خارجيه، لسه كنت بتناقش في الفقره اللي قبل حضرتك مع الاستاذ عبد الحكيم عن تصدير العقار للخارج، ونزلوا طالعين بعدد من الشركات خارج مصر، وهتبتدوا بالسعوديه. عايزين نعرف الفكره وتحدياتها، لان في معارض كتيره بتقام خارج مصر، واحنا نازلين بتجربه اولى خارج مصر. التحديات اللي مقابلكوا ايه؟ وشايفين انتوا ممكن تقدروا تساهموا في تصدير العقار الخارجي ازاي؟ طيب هو خلينا نقول الاول، الدوله ليها دور ملموس على الارض برضه. خلينا نتكلم دايما، بنتكلم من الحته دي، دور الدوله واضح جدا جدا في كل تفاصيلها، حتى في طريقه البرزنتيشن بتاعتها. يعني لما تيجي تعرض الحاجه بتعرضها باسلوب هو واضح تماما، معمول بتحضير جيد جدا، فبيوصل للي قدامك بطريقه جيده. فلو هنقول ان عندنا تحديات، هي 50% منها الحكومه عملتها، الدوله عملتها، والقياده السياسيه عملتها. احنا بنكمل من بعد، بنقول بنفس النوته لو صح التعبير، يعني نفس النوته احنا ماشيين منها، بس بنعملها على السكيل اللي احنا شغالين من خلاله كناس مسوقه. بنستخدم التحضير بشكل جيد، بنستهدف في اماكن محدده. طبعا بتاخد في النص بروسس، يعني في النص بيبقى عندك الحته لو هنسميها تحدي في الموافقات، تحدي فيعني ده يعني لو الاجراءات الطبيعيه، اللي هي الاجراءات الطبيعيه. لو الموضوع في الحته دي ماشي بشكل سهل ومبسط، ويعني اتمنى ان من خلال المنبر سيادتك المحترم لو نقدر نبسط الامور شويه في حته ان احنا مثلا لو عايزين نطلع نصدر بره، فكل الاوراق موجوده، كل التفاصيل موجوده، كل التامينات، كل الحاجات اللي بتفرضها القنصليه من تامين الموضوع احنا جاهزين ليه. ولكن فيما بعد الوقت عنصر مهم جدا، يعني هو الصراع الحقيقي صراع وقت، حتى حد الدول صراع وقت، الوقت سريع جدا بيجري بسرعه، الاحداث متسارعه اكبر من مده الوقت. بس شريف انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، مجهود بارز بحييك، شكرا يا فندم، وان شاء الله من رب العالمين. اشكرك، شكرا جزيلا يا فندم، مسير وقت حضرتك، شكرا ليك يا فندم، شكرا لوقت. مشاهدينا الكرام، احنا لسه موجودين مع حضراتكم، هناخد جوله بقى مع الشركات، نشوف ايه ارائهم في المعرض، موجودين وايه الطروح المقدمه ليهم. خليكم معانا، هنرجع لكم بعد الفاصل.
معانا ومشرفنا الاستاذ حازم ابو سريع مدير المبيعات بالشركه، هيكلمنا اكتر عن العروض المقدمه وايه هي المشاريع اللي مشاركه بيها شركه عنوان وبتقدمها لاهالي محافظه بورسعيد. اولا استاذ حازم منورنا ومنور برنامج كلام الاقتصاد. ميرسي جدا، ربنا يخليك. حابب بس اقول ان انا شركه عنوان دايما بتبقى حريصه ان هي تبقى بتكون موجوده في المعارض. المره دي جينا بشكل مختلف تماما في محافظه بورسعيد. لاهالينا في بورسعيد عاملين اكتر من اوفر، احنا نازلين باكتر من شكل لان عندنا اكتر من ديستنيشن موجوده في القاهره، عندنا في التجمع الخامس وعندنا في العاصمه الاداريه الجديده. في العاصمه الاداريه الجديده احنا عملنا اكسكلوزيف يونت لاهلنا هنا في بورسعيد من خلال معرض كيمت، زائد ان احنا في التجمع الخامس عاملين اوفر خصومات لا حصر لها، يعني احنا بنتكلم الخصومات بتبتدي معايا من 10% وتوصل خصومات ل 25% على البيمنت بلان العاديه، زائد ان احنا عاملين اطول فتره سداد زي 10% على 7 سنين ده في سوق التجمع الخامس، يعني حاجه قويه جدا. نازلين ببراندات موجوده معانا اكسكلوزيف برضو لاهلنا هنا في بورسعيد يكونوا عارفينها. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كده حاطين اللوجوهات بتاعت البراندات بتاعتنا، زائد ان احنا كونستراكتد اصلا، يعني احنا عندنا كونستراكشن على ارض الواقع، واصلين في المشاريع بتاعتنا في حاجات واصلين بيها للدور الخامس والدور السادس، مسلمين مشاريع سكنيه كتيره جدا، لان احنا موجودين اصلا في سوق العقار من سنه 2012، فدايما بنحب نتطلع ان احنا دايما نبقى عندنا حته الامتياز او التخصص. يمكن حضرتك مش عارف الموضوع دوت، بس احنا في شركه عنوان كل ما بننزل بمشروع بننزل بيه بمبدا التخصص. يعني ايه؟ يعني انا النهارده نزلت في مشروع ليا في العاصمه الاداريه اسمه بيكسل، فبيكسل تكنولوجي هو بيكسل تكنولوجي مول، والمول الاول والاوحد اللي موجود في العاصمه الاداريه الجديده بيخاطب القطاع التكنولوجي فقط، يعني مش هينفع افتح حاجه في المكان ده الا اذا كانت خاصه بالتكنولوجيا زي اللابتوب او الموبايل او غيره من حاجات التكنولوجيه. طيب خلينا نتكلم اكتر عن حركه الاقبال على المعرض خلال اليومين اللي فاتوا وحركة البيع والشراء، وهل حضرتك شايف ان المعرض يعني لقى اهتمام من ابناء محافظة بورسعيد ولا شايف ان الترافيك ضعيف؟ لا، هو الترافيك نوعا ما متوسط، مش هو مش قوي ومش ضعيف، زائد ان الناس اصلا شركة كيمت لما جت نزلت اصلا المعرض هي قبلها هنا ناس ما بتنامش بقالها 4-5 ايام علشان خاطر تعرف اهل بورسعيد كلهم ان احنا عندنا معرض ونازلين بشركات كبيرة، وهم بدأوا يعملوا اصلا ماركتينج للمكان وكامبينز كبيرة جدا اللي احنا يا جدعان موجودين في بورسعيد. الكلام ده احنا عارفين بيه اكتر من شهر فات اللي احنا هنشارك في المعرض يوم 10 ويوم 11 اكتوبر، فكان طبيعي جدا اللي هو الحل الوسطي، يعني احنا لقينا الوسطي ما لقيناش الكبير قوي ولا القليل قوي. وطبعا احنا ان شاء الله باذن الله يعني متوقعين ان النهارده بعد الماتش ان شاء الله مصر تكسب باذن الله، يكون في اقبال كبير طبعا، الناس كلها بتهتم بالكوره واحنا ناس منهم طبعا، فان شاء الله باذن الله يكون في ترافيك يحصل بعد الماتش باذن الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ حازم انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك، ميرسي جدا، ميرسي جدا، شكرا. معانا الاستاذ عبد الله الجزار مدير قطاع المبيعات، هيكلمنا اكتر عن ايه هي العروض وايه هي المشاريع اللي مشاركين بيها داخل معرض كيمت. استاذ عبد الله اولا منورنا ومنور برنامج كلام الاقتصاد. منورنا بيك يا زعيم، منور بيك المكان طبعا. واول حاجه حابين نتكلم الاول عن مشروعاتنا، لان لنا 3 مشروعات كبيره جدا داخل العاصمه الاداريه الجديده. اول مشروع ساكن في منطقه الار 8 داري ريزيدنت، وعندنا مشروعين تاني، مشروع في الداون تاون ده اجايل بزنس كومبلكس، ده ميكس بين الاداري والتجاري والطبي. واحدث مشروعاتنا هو مشروع سبينر ده في الام 23 في منطقه العاصمه على محور امل دايركت. تمام، العروض الموجوده عندي في المعرض اليومين دول هي عروض حصريه طبعا لمعرض كيمت والاهالي بورسعيد، ان احنا عندنا مقدمات بتبدا من اول 5% بس وبتوصل لحد 10 سنين تقسيط، غير ان انا عندي خصومات برده بتبدا معايا من اول 5% وبتوصل لحد 30% خصم. مش كده كمان نقدر نرصد المقدم بتاعنا، احنا المقدم بتاعنا مثلا بيوصل 10% بنقدر ناخد 5 دلوقتي، 5 بعد 3 شهور واول استريك بعد 4.5 شهور من دلوقتي. طيب ده كامل المشروعات، دي كل المشروعات، دي العروض المقدمه لاهالي محافظه بورسعيد، لاهالي محافظه بورسعيد ومعرض كيمت بالتحديد. ايه رايك في الاقبال؟ الاقبال طبعا كان من حاجه من الحاجات المحترمه جدا كمعرض، لان هو من المعارض الكبيره اللي اتعملت في بورسعيد الفتره الاخيره جدا، وكمان كان في حجم اقبال محترم من الشركه، من شركه كامب كمان، لان الحمله الاعلانيه اللي كانوا عاملينها طبعا بحضور حضراتكم يعني، فكان معرض من المعارض المحترمه الموجوده اتعملت اليومين دول. استاذ عبد الله انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، منورين المعرض وان شاء الله محققين التارجت المطلوب ان شاء الله باذن الله. شكرا جدا ليك يا استاذ احمد، منورتونا يا فندم. مشاهدينا الكرام، احنا لسه موجودين داخل المعرض بنتابع، يعني هحاول الم اكبر عدد من الشركات علشان خاطر وقت الحلقه، نشوف الشركات اللي موجوده
وايه العروض اللي مقدمينها، حركه البيع والشراء. خليكم معانا. الاستاذ عمرو صبري الرئيس التنفيذي لشركه روابط، وهو بيتابع بنفسه حركه البيع والشراء، التواجد داخل المعرض. خليني بس اتكلم شويه عن شركه روابط. شركه روابط من الشركات اللي قدرت تخش السوق خلال السنتين اللي فاتوا باستثمارات مصريه سعوديه، واثبتت تواجد، اثبتت الجداره من خلال عدد من المشروعات داخل القاهره الجديده، ومشروع ضخم جدا داخل العاصمه الاداريه. هيكلمنا اكتر عن التفاصيل دي استاذ عمرو. استاذ عمرو منور محافظه بورسعيد. مساء الخير الاول، مساء الخير على الجميع. انا مبسوط طبعا ان انا شفتك. انا كنت حابب النهارده اشكر كيمت على المعرض المميز ده، ان شاء الله بدايه ليهم لمعارض اكبر واحسن. وطبعا بشكر الشباب على مجهودهم الجبار، الشباب بتوعنا. انا حبيت اجي اقول لهم احنا معاكم، وان شاء الله مكملين للاكبر والاحسن. اتفضل. لا كمل يا باشا. بالنسبه للمشروع بتاعنا، طبعا انت اكيد عارف ان المشروع بتاعنا في الحي المالي. احنا حبينا نعمل حاجه جديده، اني انا ابتدي احفر وابتدي ارمي الاساس وبعدها ابتدي ابيع، والكلام ده مش موجود كتير في العاصمه. فانا قلت لازم ابدا حاجه مختلفه، ان انا ابتدي احفر وابتدي ارمي اساس وبعدها ابتدي ابيع. ده الكونسبت بتاعنا بالنسبه للعاصمه. وطبعا الكونسبت الثاني بتاع بيت الوطن، هي العماير كلها سبرت، احنا العماير كلها سبرت موجوده في بيت الوطن. ده بالنسبه لبيت الوطن. ما شاء الله العاصمه بقى. ما شاء الله العاصمه. اتفضل. احنا طرحنا ما شاء الله العاصمه منين؟ احنا ما طرحناش حاجه للبيع دلوقتي. هو المشروع انا النهارده ببتدي احفر عشان ابتدي ارمي انت لسه ما بعتش؟ لا النهارده ما بعتش، انا ببتدي. انا قلت لك في البدايه ان انا بعمل حاجه جديده. هو ده اللي انا عايز افصل، يعني حضرتك توضح للساده المشاهدين، انت ما طرحتش البيع؟ لا انا ما طرحتش للبيع. اللي انا بعمله دلوقتي ان انا ببتدي احفر، ببتدي ارمي البيزمنت بتاعي، وابتدي ارمي الخوازيق، وابتدي اعمل كل حاجه، وبعد كده ابتدي ابيع. كونسبت العميل يجي يخش وهو مطمن، هو مش لاقي صحراء موجوده، لا هو لاقي اساس طالع. النهارده حضرتك لما الاساس يطلع وارمي اول بيزمنت، معناه ان المول طلع خلاص، انت رميت اول سقف بالظبط، فالموضوع هيبقى سهل. العميل جاي شايف. النهارده العاصمه الاداريه مع الاداره القويه بتاعه الحكومه بتاعتنا بفضل الله، هي النهارده مش تسمح لاي حد يبني الا لما الورق بتاعه يبقى 100%. النهارده انا لما العميل يجي ويلاقي البيزمنت مرمي ويلاقي المول طالع، معناها كده انه في ايه؟ ان ورقي كامل، فان هو مش مصداقية. بالظبط كده. عشان كده انا اكدت على النقطه دي، وخليت عايدة تاني مع الاستاذ عمرو، ان هو قليل قوي ان نلاقي شركات هي بتبني الاول وبعد كده بتبيع. ده معناه ان في ملاءه ماليه قويه، هي استثمارات جاده فعلا، جايه تعمل حاجه للاستثمار الحقيقي اللي تقدر تحط فيها فلوسك وانت مطمن. استاذ عمرو، طب واحنا في بورسعيد عايزين نعرف ايه هي العروض اللي مقدمه لاهالي محافظه بورسعيد النهارده؟ طبعا احنا عاملين لهم خصم الكاش معانا، وعاملين لهم ديسكاونت للتجمع، وعاملين حاجات ان شاء الله الاي اي. انت عارف ان احنا الايام دي بنعمل اي اي للمشروع الجديد بتاعنا بالظبط، فعاملين لهم خصومات ان ليهم اول 10 هيجي من بورسعيد هيبقى ليهم ديسكاونت كويس في حدود ال 5% ان شاء الله. تمام. الاقبال على المعرض، شايف حركه الاقبال خلال اليومين اللي فاتوا، شايفها ازاي؟ تقدر تقيم المعرض؟ طبعا حابب اولا اشكر اهالي بورسعيد على الاحترام والاخلاق، يعني هم من زمان احنا عارفين ان هم ناس قد ايه محترمه. لا الاقبال قوي، بورسعيد بتفكر دلوقتي، واهالي بورسعيد انت عارف اغلبهم ناس بيزنس مان، فاغلبهم بيفكروا يتجهوا ناحيه العاصمه الاداريه او ناحيه التجمع الخامس، فهم الاقبال قوي جدا. وان شاء الله احنا متعودين دايما للدقيقه 90 نفضل مستمرين عشان ربنا يكرمنا ويكرم الناس كلها في المعرض. ان شاء الله. استاذ عمرو، اولا اتشرفت جدا بلقائك، ومبسوط جدا ان شفتك داخل المعرض. وانا مبسوط جدا، وان شاء الله دايما موفقين ومحققين التارجت بتاعك. انا حابب بس اقول كلمه، ان بشكرك وبشكر مجهودك، ان انت دايما من القاهره لاسوان لبورسعيد، فده شكرا. انت حد مجتهد، واتمنى اشوفك دايما في احسن حال. شكرا ليك يا عم. شكرا ليك. نورت. شكرا بالتوفيق. مشاهدينا الكرام، احنا لسه موجودين داخل معرض كيمت اكسبو، خليكم معانا. زي ما قلت في الاول، هنحاول الم لكم اكبر قدر من الشركات الموجوده عشان نتعرف على الشركات الموجوده ومشاريعها، الخصومات والعروض الموجوده. خليكم معانا. معانا حسام من افراد مبيعات شركه سيراك، هيكلمنا عن تواجد شركه سيراك بمحافظه بورسعيد. حسام منور برنامج كلام الاقتصاد. ربنا يخليك، ده نورك. طب كلمني دلوقتي، انتم مشاركين معرض بورسعيد بمشروع، اخر مشروع طرحتوه اللي هو المشروع الاداري التجاري، ولا في مشاريع ثانيه انتم مشاركين بيها؟ قصدك طبعا اخر مشروع احنا طرحناه اللي هو سيتي هول 90. ايوه ده فعلا احنا نازلين بيه ومشاركين بيه في المعرض.
بس طبعا عندنا بقيه مشاريعنا طبعا موجوده في التجمع برضو وفي العاصمه وفي الساحل الشمالي، مشاركين باكتر من حاجه وعاملين طبعا كل مشروع ليه مميزاته طبعا عشان نقدر نسيرف مختلف الديستنيشنز اللي موجوده في المعرض. طيب ايه العروض اللي مقدمينها بقى لاهالي محافظه الصعيد؟ والله احنا مقدمين عروض كويسه جدا على البيمنت، احنا عاملين فترات سداد عندنا بتوصل لحد 8 سنين، وعاملين برضو ديسكاونت خاص لمشاريع الساحل الشمالي زي مشروعنا شماسي اللي موجود في الكيلو 134 في الساحل الشمالي، ومشروع الورا برضو بس، وعاملين بيمنت مريحه جدا، وعاملين طبعا بالاضافه للديسكاونت احنا طبعا من الحاجات او من اهم الحاجات اللي بتميزنا الحمد لله كشركه ان احنا عندنا حجم انشاءات ضخم في مختلف مشاريعنا بنسب بتوصل لحد 85% يعني في مش عايز اقول لك في اقل من سنه ونص، وسابقين الجدول الزمن الحمد لله على ارض الواقع. الاقبال بتاع المعرض يعني شايف حركه الاقبال عامله ازاي، وهل في تواجد من اهالي بورسعيد واهتمام ان هم يستفسروا او يشتروا وحدات على الحريق؟ والله هو الاقبال طبعا لطيف واقبال حلو بشكل يعني مقبول، فطبعا كل الناس اللي شرفتنا في المعرض قدرنا ان احنا نقعد معاهم ونعرفهم بالفرص الاستثماريه المتاحه عندنا سواء في الجزء الساحلي الخاص بمشاريعنا في الساحل او بالجزء الخاص بالاستثمار التجاري او الاداري في مشاريعنا اللي موجوده في العاصمه والتجمع، والفيدباك الحمد لله كويس جدا، ويعني كان في اكتيفيتي كويسه جدا الحمد لله قدرنا نعملها مع العملاء اللي شرفتنا في المعرض. حسام انا بشكرك جدا واتمنى لك التوفيق وان شاء الله تقدروا تحققوا التارجت المطلوب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك يا عصام. معانا ايناس عمر احد افراد مبيعات شركه اوربت، هتكلمنا اكتر عن العروض المقدمه لاهالي بورسعيد والمشروعات اللي هم طرحينها خلال الفتره الحاليه. منوره ايناس ومنوره بورسعيد. الله يخليك بنورك، احنا سعداء جدا ان احنا موجودين في معرض كيمت اكسبو بورسعيد، طبعا متشرفنا ان احنا موجودين هنا، واحنا نازلين بخصومات حصريه عندي المقدمات بتبتدي من اول 10% في المشاريع بتاعتي، وبتصل الخصومات ل 30%. المشاريع الحاليه اللي انا بطرحها دلوقتي هي في الغردقه وفي العين السخنه، واحنا لينا سابقه اعمال على ارض الواقع من 25 سنه بين شركات مقاولات وقطاعات استثمار زراعي وقطاع كمان توزيع وقطاع الاداره والتشغيل. شركه اوربت هي اللي بتمتلك كمان منتجعات سياحيه في الغردقه وسهل حشيش، وبتمتلك مجموعه الفنادق باسم جرافيتي، دي فنادق 5 نجوم من اضخم الفنادق اللي موجوده في البحر الاحمر. واحنا دلوقتي المشروع بتاعنا في العين السخنه كمان امام مرسى اليخوت على طول جنب بورتو بيراميدز. احنا المشروع هي تشغيلته مختلفه شويه لان احنا بنعمل 3 مراحل في بعض، بنعمل اول مول تجاري ترفيهي متكامل لان المنطقه هناك فيها كثافه وفي نفس الوقت فيها فقر خدمات، فانا بعمل كونسبت جديد بنزل انا داون تاون يعتبر بتاعه العين السخنه، لان المول بتاعي هو مش مجرد محلات تجاريه، لا هو ارضي وثلاث ادوار بتاجر لاقوى البراندات، عندي ماكدونالدز، هارت اتاك، سبينس، وكمان مسلمين قبل ميعادنا بسنه، الاستلامات دلوقتي فوريه. والمصطبه الثانيه بتضم شاليهات مارينا هيلز باي جرافيتي، دي المرحله الثالثه والثانيه. الشاليهات عندي من اول 54 متر بتستلم تشطيب كامل بسمارت هوم سيستم، احنا المشروع الوحيد اللي بيسلم سمارت هوم سيستم، ده غير كمان ان كل المشروع بتاعي انفينيتي سي فيو تمام، وبتستلم تشطيب كامل بسمارت هوم سيستم، والخصومات بتاعتي بتصل ل 30% وبتستلم 2026، فدي هتعمل قيمه كبيره جدا لللوكيشن، ده غير ان اللوكيشن من اهم اللوكيشنز اصلا في العين السخنه. طيب. وان شاء الله هنتوسع كمان الفتره الجايه في مشاريع في التجمع وزايد والساحل. ده خلال الفتره القادمه. ان شاء الله في 2025. ان شاء الله دايما بالتوفيق. عايزين نتكلم شويه عن الاقبال عن المعرض وحركه البيع والشراء، انت شايفاها ازاي خلال الحقيقه انا اول مره احضر معرض في بورسعيد وما كنتش متوقعه ان الموضوع هيبقى كده. الترافيك عالي طبعا، وخصوصا الايام بتاعه الويك اند الناس كلها يعني ما شاء الله عندها اقبال كبير جدا، والشركه كانت كمان عامله الاداره بتاعتها متوسعه جدا في ان هم عارفين كمان يبلغوا العملاء واهالي بورسعيد ان في معرض، والحمد لله يعني ربنا موفق. ايناس مشكورك جدا جدا، واتمنى لك التوفيق وان شاء الله تقدروا تحققوا التارجت المطلوب. شكرا. مشاهدينا الكرام بكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا،
طبعا انا ما قدرتش الم كل شركات التطوير العقاري، انا جبت ابرز الشركات الموجوده، وفي شركات هي طبعا كلها شركات بارزه، ولكن بالنظر لضيق الوقت حلقتنا النهارده كانت حلقه دسمه جدا، اتمنى انها تكون لاقت استحسان حضراتكم، على امل ان نلتقي الحلقه القادمه. دمتم في امان الله، وحفظ الله مصر وتحيا مصر.